فقال أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أيها الناس أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وبايع البيعتين وهاجر الهجرتين ولم يشرك بالله طرفة عين، والد الصبطين الحسن والحسين ذاك جدي، علي بن أبي طالب. أيها الناس أنا ابن المؤيد بجبرائيل، المنصور بميكائيل، المحامي عن حرم المسلمين، قاتل الناكثين والمارقين والقاسطين، وسهم من مرام الله على المشركين والمنافقين، ولسان حكمة رب العالمين، سمح زكي، بهلول بهي، أبطحي رضي، فارس همام، صابر صوام، مقدم هزام، مقطع الأصلاب ومفرق.